ازاي دلوقتي وادي دجله كابتن تامر بيفكر ان هو يرجع للمباراه بعد ما ظهره خلال اول 45 دقيقه، وازاي استفاد ان سموحه بسيطرته دي ما قدرش غير ان هو يسجل هدف واحد؟ هو اوريدي يعني هو اوريدي فكر خلاص بعد الدقيقه 13، يعني هو بعد الدقيقه 13 ابتدى يفكر وابتدى يعمل التعديله بتاعت قلب الملعب. يعني احنا اتكلمنا وقلنا هو بيلعب 4-3-3 بثلاثي ديفندر في قلب الملعب، كان محمد حسن والشناوي وريتشارد بور. والثلاثة اللي اتكلمت على الحالة البدنية بتاعت احمد عيد عبد الملك قبل الماتش، ودي ظاهرة جدا في الشوط الاول. تمام. وقلنا يعني حتى في التحليل قلت لك ان هو حاطط بره اوراق ممكن يعدل بيها، بس هو مش هينفع يعدل ويعمل تغييرات في اول ربع ساعة. فهو كان في تشكيله عامل كي بلاير، يعني لعيب مفتاح يقدر يغير بيه الجيم من جوه. مين اللعيب المفتاح اللي كان موجود في وادي دجلة؟ هو ريتشارد بور اللي قلب بيه الطريقة بعد ما جه فيه الجول 4-2-3-1 ودخله هو تحت عمر السعيد، وهو صاحب الهجمة الوحيدة بالمناسبة. يعني الهجمة الوحيدة اللي انت اتكلمت عليها اللي حازم جابها لنا وكابتن ناجي الاخرانية خالص في تحليل، اللي رايح قاطع يوصل يجيب جول هو ريتشارد. هو كان بيوقف ولا هو حطها كده؟ انا مش عارف هو اتصرف فيها ازاي. لا هو خد قرارين في وقت واحد. يعني هي الكورة جاية له، هو مش اشول بطبيعته، يعني هو الكورة جاية له في اتجاه جايه، كان لازم يلطش وهو بيجري لازم يلطش. تمام. ان هو اهي بص اقف بيها، لا اقف بيها من الاول خالص، ارجع بيها يا كابتن، ارجع بيها. بص هنا هو قلب الطريقه خلاص. الدقيقه كام دي عندك؟ 16. دي الدقيقه 16 بعد الهدف، الدقيقه 16 بعد الهدف. تمام. ابتدى يقلب الطريقه 4-2-3-1 اللي سقط السلم دوت احمد عيد عبد الملك. بص بقى اللي فتح هناك علشان ياخد في الطرف اليمين عمر السعيد، ده عمر السعيد. اللي جاي من تحتيه ده مين؟ ده صاحب الهجمه الخطر ده، هتلاقيه ريتشارد بورو. ومن الجنب الشمال خالص هتلاقي جاي محمد ايه. طب كمل يا تامر بقى، شوف الضغط بتاع المدافع على المهاجم عامل ازاي. بص الضغط، هو طلعه بره اللعب. يعني هو في اللعبه هنا هو طلعه بره اللعب. بص يعني خده في الاتجاه بره اللعب، مع طبعا توفيق من محمد ايه، رجب بكار يا جماعه، من محمد ابو إيه على طول. بيعرف يدافع وبيعرف يضم، هو دي بتاع حاجات. واحنا شغالين حازم، استاذنك تجيب لي الـ 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 في الدقيقه 39 واحنا شغالين كده بنتكلم مع بعض، الدقيقه 39 علشان تبين ان من بعد الدقيقه 13 طارق العشري قلب الطريقه كلها لجزء هجومي بيهاجم باربعه في الهجوم واربعه للتحضير واثنين في العمق. في مواجهه سرعات من المفترض، متفق مع كابتن زكريا 100%، الشوط الاولاني يخلص 3 مرتاح، ده مرتاح. محمد حمدي زكي مضيع 2 بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه يقدر يجيب الثاني ويقدر يجيب الثالث. وبتوعه يعني وبتوعه، خصوصا الكره اللي عايز ياخدها واحده اومد اوكي عاملها له، والثانيه ناصر ماهر عاملها له من الجنب الايه، من الجنب اليمين. طب بعدين انت النهارده انت بتلعب فين؟ يعني الملعب اللي انت بتلعب فيه فين؟ انت بتلعب في برج العرب. برج العرب لما احط الفرقه بتاعتي في الجزء الهجومي، لما احط 8 بيهاجموا، امال كام واحده يرتد؟ واللي هيرتد ده لما في مواجهه السرعات، تمام؟ يعني في مواجهه السرعات بتاعتك اللي هيرتد ده، تمام؟ هيقطع كام متر علشان يرجع؟ هيقطع مش اقل من 70-80 يارد. لا وهترجع تدافع على مين كمان؟ هترجع تدافع على مين؟ ناصر ماهر وأومد أوكري وحمدي زكي، سرعات كلهم سرعات. بالظبط كده. هو هنا طبعا بيبين لك ايه في الـ في الـ في وقف الدجله الدفاعيه ده. ده في الخمس دقايق الاولانيين. انا يعني بحييك عليه، انا كنت كمان هبقى عاوز الدقيقه الاولانيه. هو بيقول لك هو اربعه موجودين في الدفاع، هو هنا عامل زون ديفنس مبدئيا من نص الملعب. عامل زون ديفنس من نص الملعب بتشكيله 4-3-3. ادي الاربعه بتوع خط الظهر واقفين بالشكل بتاعهم، 3 ديفندر في قلب الملعب. اللي قدام الغندور دوت هتلاقيه محمد حسن، على يمينه الشناوي وعلى شماله هيبقى ريتشارد بورو، كل ده والجناحين كل ده يبقى ده الجزء الدفاعي اللي كان بيشتغل بيه طارق العشري، اللي هو 4-3-3 بوجود 9 في الجزء الدفاعي في الثلث الاخراني لغايه ما جه فيه الجول.